كشف تسجيل مسرب يجمع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بحمد بن جاسم بن جبر كشف حقيقة العلاقة الوثيقة التي تجمع النظام القطري بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي. يعترف حمد بن جاسم في التسجيل بسيطرة عناصر الإخوان بشكل كامل على قناة الجزيرة. لا يمكن للمتابع قراءة الحالة القطرية من غير أن يتوقف في دراسة شخصية المخطط والعقل المدبر لسياسات نظام الدوحة المارقة. ظل هذا الرجل يتقدم صفوف أسرة بن ثاني ليتسلل إلى جانب رفيق دربه حمد بن خليفة بغية الصعود على رأس السلطة، حاملا معه خطط التصفية السياسية في الداخل وضامرا في صدره أجندة الفوضى التي ستغير من ملامح السياسة القطرية إلى أقصى درجات الفوضى. ظل الرجل يقدم نفسه منذ لحظة الانقلاب الكبير على أنه وزير الخارجية المجدد وذو العقلية الدبلوماسية الفذة والمغير ونصير الحرية والديمقراطية. سقطت صفات الرجل الوهمية مع أول مشروع الجزيرة، مشروع نظام حمد بن خليفة وحمد بن جاسم الأول، منبرهم الأوحد آنذاك، الذي سيشق طريق نجاح خطط النيل من أنظمة الدول الشرعية. فظلت الجزيرة تتمادى على خارطة الوطن العربي من مشرقها إلى مغربها، لا تسمع سوى دعوات التحريض والتمرد والخروج عن الطاعة. فزادت حدتها بعد أن تسلم التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مرتعا له، بعد أن تسلم مفاتيح مبنى قناة الجزيرة. ولا غريبة في أن يحظى التنظيم بهذا الدعم من قبل النظام طالما أن الهدف واحد. ها هو الرجل يعترف بسقطاته من خيمة المؤامرات. لأنه هو من الإخوان المسلمين، طبعا الجزيرة لا الجزيرة مسيطرين عليها في عناصر الإخوان المسلمين، مسيطر على برامج الجزيرة. أنا طبعا هو اللي اختلف معنا اتفق معنا، أنا اتفق معنا صح، أنا أقول لك صح، هذا الوعد الكبير أنا فيه. كان حمد بن جاسم على ما يبدو ضيفا ثقيلا لدى القذافي الذي لم يتوانى عن تسجيل اعترافاته. لم يكن فكر الإخوان ليتسلل لولا احتضان الدوحة لكبيرهم القرضاوي، أما عن صحة التسجيلات يؤكدها سمير القذافي وعراب الفوضى وسيد المؤامرات حمد بن جاسم بن جبر. التسجيلات جزء منها صحيح. ما إن يخرج تسجيل لهذا الرجل حتى أشارت إليه أصابع الاتهام بالتخطيط والتآمر، فدعونا لا ننسى ذلك الاتصال الذي يؤكد صراحة موقف بلاده السلبي تجاه البحرين في وقت تأجج الأحداث المؤسفة. وهذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا. وهذا هدفنا الرئيسي، وأرجوكم تثقوا فينا، وانتم عارفين نحن صادقين دائما معاكم. ظل سمير القذافي يسير بذات النهج الفوضوي، واستمرت اعترافاته وأدلة تورطه بالتكشف تباعا، خصوصا بعد تنحيه شكليا من مناصبه الرسمية التي لم تصنع منه صورة رجل الدولة التي كان يحلم بها، بل على العكس تماما. فما إن يذكر اسمه تتبادر للأذهان تسريباته الصوتية المسيئة، وما إن يذكر اسم الدوحة لا يتبادر في عقل الفرد العربي سوى قناة الجزيرة، فتأكل منه الحيرة ويتساءل من يستضيف الآخر، قطر أم الجزيرة؟